في هذا السؤال يقول لنا إذا كان المضلع TVS يطابق المضلع RSV فأوجد قيمة كل من X و Y. هو قال لنا أن المثلثين متطابقين، خلينا أجل نحط الرؤوس المتناظرة فوق بعض عشان يسهل علينا الحل. الأول TVS والثاني RSV، خلي بالك من الترتيب، لازم نحطهم كده عشان نعرف الزوايا والأضلاع المتقابلة مع بعض. نبدأ الحل. بما أن المثلث TVS يطابق المثلث RSV وهذا معطى، يصير عندنا الضلع TV يطابق الضلع RS لأن العناصر المتناظرة متطابقة، يعني طول الضلع TV حيساوي طول الضلع RS، وهذا من تعريف التطابق. نعوض بقيمة الضلع RS، يصير هنا نحط 2Y ناقص 1، ونعوض بقيمة طول الضلع TV، يصير عندنا هنا 24 بالتعويض. نجمع 1 على الطرفين، يصير عندنا 2Y يساوي 25، نقسم الطرفين على 2، يصير عندنا Y يساوي 12.5. جبنا Y، خلينا نشوف إذا نقدر نجيب X. خلينا نفكر فيها، الX هي الزاوية دي. في هذا المثلث ما نعرف أي من الزوايا، لكن نعرف أنه هذه الزاوية تطابق هذه، في هذا المثلث عارفين هذه الزاوية وهذه الزاوية برضو، يصير نقدر نجيب الزاوية دي. واضح اللي بنحاول نسويه؟ أجل خلينا نكتب الزاوية T تطابق الزاوية R لأن العناصر المتناظرة متطابقة. إذن قياس الزاوية T حيساوي قياس الزاوية R من تعريف التطابق. خلينا نسمي هذه النتيجة 1. قياس الزاوية RSV زائد قياس الزاوية SVR زائد قياس الزاوية R يساوي 180 درجة من نظرية مجموع زوايا المثلث. نعوض عن قياسات الزوايا بقيمتها، صار عندنا 90 زائد 78 زائد قياس الزاوية R يساوي 180 درجة. نبسط، نجمع 90 مع 78، يصير عندنا 168 زائد قياس الزاوية R يساوي 180 درجة. نطرح 168 من الطرفين، يصير عندنا قياس الزاوية R يساوي 12 درجة. نسمي هذه النتيجة 2. نعوض من 2 في 1، يصير عندنا قياس الزاوية T يساوي 12 درجة، يعني X تساوي 12 درجة وبس. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.